هذا ما بيصير، احاول ارفعها منه. هذا أحد سواحنا اليوم قرر أن يمتطئ الحصان وهو يقود هذه الأبقار يرعى بهم. الأخ من سلطنة عمان يقول ما أرجع لعمان، أريد أبقى هنا بأرمينيا أشتغل راعي. هذه الأبقار، هذا الحلال. إذا يعجبكم هذا المشهد تواصلوا معنا على الرقم المعروض أسفل الفيديو. إنها فرصتكم، الربيع في أرمينيا. بس يا رب علامة كده. من المشهد الآخر أو الرواية، بدأنا من يرفان، كان فصل الصيف، درجة الحرارة كان عندنا 25 درجة مئوية. دخلنا سفح جبال أراكاز وإذا المشهد أمامنا الربيع، والآن نحن في فصل الشتاء. درجة الحرارة 13 درجة مئوية. اليوم 10 من شهر مايو عام 2024. المشهد الأول، أنهار وقتية ناتجة من ذوبان الثلوج أمامكم. الآخر، شلالات وقتية فوق جبال أراكاز أمامكم. شفنا الصيف وشفنا الشتاء وشفنا الأمطار وشفت الثلوج، الربيع أمامكم. المشهد الآخر اللي راح نعرضه عليكم مخيم للرعاة أيضا فوق الجبال أراكاز.